أيضا سؤال آخر لنفس السائل، ما حكم تذوق المرأة للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات؟ التذوق ثم بسط هذا الطعام وعدم ابتلاعه، استثنى العلماء في ذلك منها المباحات، أنه يباح للمرأة خاصة اللي عندها زوج يعني ينكد عليها عيشتها، ولا رجل شراني ولا شديد في المعاملة، إذا وجد الأكل ملح زيادة، ملح أقلها تقدر تحط ملح، لكن ملح زيادة لن يعالج فربما يؤدي إلى مشاكل. فالعلماء في هذه الحالة، الفقهاء استثنوا هذه الحالة عند إذا كان تذوق بطرف لسان دون الابتلاع.